السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الترحم على رماد هوارى الأوفياء الذين عايشناهم. اليوم علمت أن الحاج محمد نايت عدي قد وافاه الأجل منذ حوالي شهرين. هذا الرامي الصياد كنت أعرفه منذ الثمانينات، ولهذا قررت اليوم وأنا كنت عازما على الذهاب عنده لزيارته وتفقد أحواله، فإذا بي أتوصل بخبر نعيه. فرحمة الله عليه، ومن واجبنا الترحم عليه. فاللهم إن الحاج محمد نيت عدي حل في ذمتك وحل بجوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رحمة الله عليه. وبالمناسبة نقد قدموا بأحسن التعازي لأهله وذويه، سائلين الله تعالى أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان. أيها الإخوة الكرام، الحاج محمد من الناس الذين اصطدت معهم، ونراه في هذه الصورة مع صديقي ورفيقي، وأنا الذي أخذت هذه الصورة، المرحوم الحاج إبراهيم أوزال والحاج حسن قيوح أطال الله في عمره. فكل هذه الصور التي سوف أستشهد بها هي تعود إلى سنة إلى الثمانينات. فالحاج محمد كان من الناس المعروفين والمشهورين في هوارة، وله علاقة وطيدة بأيد قيوح. هو من قبيلة ومن سندالة، من بالضبط من أمشتوتل، من كرباء أمشتوتل، من الناس الذين استقروا في هوارة، وقد كانت له محطة لبيع الوقود في إسن، محطة قرب سينما سابقا قرب. وهو من الناس الذين يحبون هذه الهواية، هو من الناس الذين انخرطوا في جمعية الصيادين لإقليم تارودانت، وهو يعتبر من الناس الذين حضروا في جمعها السنوي التأسيسي. والصور التي ستأتي إن شاء الله ستكون أكبر شاهد على هذه الحقيقة. قلت بأنني اصطدت مع الحاج محمد، وهذه الصورة كنت حاضرا وأنا الذي كذلك أخذتها، ويظهر فيها السي الحياوي أطال الله في عمره، سيوزال، المرحوم أيتو مري، وأشخاص لم أعد أتذكرهم. هذه ما زلت أتذكر أنها كانت في تنغرفة، وها هنا وصلنا إلى الصور التي يظهر فيها في الجمع التأسيسي لجمعية الصيادين لإقليم تارودان. هنا ترون الحاج الحوس بالفوقية الزرقاء، وهو وراءه بلحيته. فقد كان الحاج محمد نسميه بوتامرت، معروف الحاج محمد بوتامرت هو الاسم. وعلى جواره المرحوم الحاج مبارك العباوي رحمة الله عليه. فالحاج محمد كان من الذين يحبون الصيد ويحبون الرماد،
ولا يتخلفون بتاتا عن الحفلات، ومنذ إنشاء الجمعية وبقي منخرطا فيها حتى توقف عن مزاولة هذه الهواية. ولي معه مواقف كثيرة في الميدان ديال القنص، بحيث اصطدنا مع الحاج حسن قيوح في الكثير من الأماكن. الصورة التي مرت كانت في تنقرفة، منطقة لكي تصل إليها يجب عليك في ذلك الوقت أن تقطع 4 ساعات ديال لبيست، ولبيست قاسحة بزاف، ولكن كان صيد في ذلك الوقت. ما زلت في تنقرفة، ربما أنه من الأماكن التي شاهدت فيها أكبر عدد من كونسنتراسيون ديال الحشل في ذلك الوقت، بحيث رأينا المئات والمئات ديال الحجل في أيام الخير. وسي الحاج كان من الناس اللي كيصيدوا، من الناس اللي كيطلعوا الجبل، ما كيهمهمش الجبل. والكثير من الأحيان يعني كان كيطلع بوحده وكيجيب الكومبلي ديالو، الكومبلي اللي كان فيه ديك الوقت 6 الحجلات. فإذا ما زلنا مستمرين في هذه العادة الوفية اللي هي الترحم على الرماة ديال الهوارة. ومن خلالهم قد يتساءل البعض، الحاج محمد ماشي هواري، ولكن كنقول لك راه عاش هوارة، وهوارة كتحتضن كل شيء الناس الوافدين عليها وكيولوا من الأبناء ديالها. لهذا فاحنا ما كنفرقوا بين الهواري وبين الناس اللي عنده أصل أمازيغي، مادام عاش معنا، مادام كلا معنا طرف ديال الخبز، مادام يعني اصطدنا معا، فهو أصبح واحدا منا، بل أعتبره بمثابة فرد من أفراد الأسرة. والحاج محمد راه دوز الخير كتير مع العائلة ديالي طروي، كان صديق كذلك ديال الحاج محمد خويا الله يرحمه. ويكفي الناس اللي كيعرفوا هاد الناس اللي بانوا هنايا، راه يكفي انك تشوف هاد الناس وتشوف كي كانت الملمه في ديك الوقت. ها السي وحمان، ها السي بوهو، ها القميري الحاج بي، ها الحاج علي كذلك، ها مجموعه ديال الصياده اللي باينين ليا هنايا. فالله يرحم كل شيء دوك الناس اللي توفوا واطال في عمري البقيه. فالحاج محمد رجل من رجالات هوارة، رجل عرف بحق هوارة وعاش في هوارة واعتاته هوارة، وبالتالي فاليوم الواجب علينا هو نترحمه عليه ونستمر في هذه المسيرة إن شاء الله حتى نتموا كل شيء دوك الناس اللي عايشته. وبالتالي فنحن كنوضع غير الصورة والخريطة ديال العالم اللي عشت فيه، والعالم ديال الهوارة، والعالم اللي ربما الآن راه بدا كتبين المعالم ديالو شيئا فشيئا. وإن شاء الله نتمنى من الله تعالى أن تصبح وأن تفيد هذه القناة الأجيال القادمة إن شاء الله، بحيث على الأقل غادي يلقى واحد المجموعة ديال الناس اللي غادرونا. لا يسعنا هنا إلا أن نعيد الترحم مرة أخرى على الفقيد، فنتمنى من الله تعالى أن يوسع في قبره مد البصر، وأن يجمعنا إن شاء الله حينما نلتحق بالرفيق الأعلى معه في جنات النعيم، وتلك هي الأمنية الكبرى. وإلى هنا أصل إلى نهاية هذه الحلقة.